تواصل السلطات المغربية نهجها الصارم إزاء الزراعات الصيفية المستهلكة للماء، إذ تتوالى قرارات منع هذه الزراعات في أقاليم ومناطق معروفة بغنى وتنوع مواردها المائية، إلا أن هذا الجفاف الحاد وندرة المياه جعلتها هذه السنة عرضة لهذا القرار. خطة زعما مزيانة للحفاظ على الماء، لأن هذه السنوات الأخيرة كانت سنة جفاف والحده ديالها تزيد على عام على عام، بحيث ان شفنا السدود نقصت بزاف، شفنا الويديان حتى هما نقصوا، والعيون حتى هي شحال من عين جفات. وهذه دونك حتى لا ناب فرياتيك ما بقاش فيها الماء بزاف. تنظن هذه خطه مزيانه، ولكني شنو ما خصهم عاوتاني يرشدوا استعمال المياه. وطال المنع الذي فرضته الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي أسفر عن سنوات متعاقبة من الجفاف، طال منع زراعة نباتات وفواكه عديدة على غرار فاكهة البطيخ في أقاليم طالما كانت معروفة بمثل هذه الزراعات، الأمر الذي خلف تذمرا واسعا لدى المزارعين الذين يطالبون بحلول بديلة تقيهم شر الجفاف وتقيهم كذلك شر البطالة وتعطل نشاطهم الفلاحي. ليأتي رد الحكومة أن الأولوية في ظل هذا الوضع المناخي المتأزم تبقى لمياه الشرب والاستعمالات اليومية للمواطنين. وفعلا هذا العام كنعانيو من نقص كبير من كمية الأمطار، هذا السبب هو اللي خلى الحكومة ربما تتخذ بعض الإجراءات بحال هذه الإجراءات اللي اتخذوهم، نقص من الوتيرة ديال الماء وداك الشيء. نطلبوا الله التسليم وصافي الخير. وخلف الوضع المناخي المتأزم بالمغرب آثارا سلبية على الاقتصاد وبالأخص النشاط الفلاحي، وبالتالي موجة غلاء في المنتوجات الغذائية وحالة من التضخم غير المسبوق. ليبقى الحل في نظر خبراء المناخ دوليا وليس مقتصرا على بلد دون غيره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كوكب الأرض. تأثيرات المناخ والاحتباس الحراري أصبح واقعا ملموسا في المغرب، ولعل أكثر تجلي لذلك قرارات الحكومة التي توصف بالقاسية لتجنب آثار كارثية للوضع المناخي. عبلة مجبر، اليوم، المغرب.